مستمعين الكرام، لا زالت أشواطنا متواصلة، شوطا يليه شوط. ها هنا انطلاقة شوطنا العاشر في مجمل الأشواط وشوطنا الأول، الشوط الرئيسي للزمول. ومن مسافة 5 كيلومترات ما هي للحظات، نوافيكم مع الخمس المراكز المتقدمة، ونرجو من الأخوان يمنع منعا باتا المخاصي في هذا اليوم، آخر فرصة هذا اليوم، الأسبوع الجاي يمنع منعا باتا المخاصي حسب توجيهات من اللجنة السعودية. إذا نعود إلى مقدمة الشوط، نسير مع صدارة الشوط المركز الأول. مقدمة الشوط المركز الأول، الصدارة والمقدمة مع صدارة الشوط، مقدمة الشوط الظبي سفر بن سالم بوسبيح العتيبي يتقدم مع مقدمة الشوط وصدارة الشوط. المركز الثاني، وصل بن بيشان يتقدم مع الساعي حمد بن محمد بن بيشان العجمي على المركز الثاني. المركز الثالث، اوه يا القادم، وصل الرهاوي يتقدم، الرهاوي صاحب العوائل وصاحب الانجازات يتقدم، عبيد بن ذيب الدوسري مع المركز الثالث، شبل الدواسر مع ثالث الاسماء. المركز الرابع، وصل شعار بندر بن محمد العتيبي يتقدم مع الشبل. المركز الخامس، وصل شعار، وصل مليح عثمان بن ضيف الله الجميعي يتقدم مع المركز الخامس. لكن نعود، لكن الصدارة، الظبي شعار ابو سبيحة يتقدم، الظبي سفر بن سالم ابو سبيحة العتيبي يتقدم مع المركز الاول. المركز الثاني، بن بيشان الساعي حمد بن محمد بن بيشان العجمي مع المركز الثاني. منغير على الصدارة، لكن شعار الجميعي مع المركز الثالث، مليح مليح عثمان بن ضيف الله الجميعي على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع الأسماء ورابع التحدي يتقدم، نشوان يا نشوان، نشوان بندر بن محمد العتيبي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس، وصل الرهاوي وتقدم، الرهاوي عبيد بن ذيب الدوسري يتقدم مع المركز الرابع او المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة. ندان الاول اتممناه على مسامعكم، لكن العودة والصدارة، يا سلام يا سلام، أعود مع شعار بن بيشان، أعود مع انطلاقة الساعي حمد بن محمد بن بيشان العجمي يتقدم، بن بيشان مع المركز الأول، لكن مليح مليح مع المركز الثاني، وعثمان بن ضيف الله الجميعي على المركز الثاني. المركز الثالث، وصل الظبي وتقدم شعار سفر بن سالم بوسبيحة العتيبي. المركز الرابع، نشوان يا نشوان، يتقدم بندر بن محمد العتيبي الأسم القادم مع المركز الخامس، يتقدم مبعد جار الله بن محمد بن جوير مع المركز الخامس، وسادس الأسماء يتقدم شعار عبيد بن ذيب الدوسري مع انطلاقة الرهاوي. لكن أعود إلى الجميع
أعود إلى مليح مليح يا مليح عثمان بن ضيف الله الأجمعي مع الصدارة مع المقدمة يا سلام المنعطف الأخير يا سلام 2 كيلو ما تبقى على خط النهاية يا هل الزمال يا هدر الزمال الله 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 مليح 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 عثمان بن ضيف الله الأجمعي يتقدم في هذه اللحظات من أجل الناموس من أجل الانتصار لكن بن بيشان مع المركز الثاني الساعي حمد بن محمد بن بيشان العجمي وصلت الأسماء وصلت الزمول نشوان يتقدم بندر بن محمد العتيبي أيضا مبعد يا مبعد يا مبعد جار الله بن محمد بن جوير يتقدم الرهاوي يتقدم مع المركز الخامس عبيد بن ذيب الدوسري لكن أعود إلى مليح 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 يتقدم مع المركز الأول الله الله يا مليح شعار الجماعي شعار عثمان بن ضيف الله الجماعي بن بيشان يتقدم مع المركز الثاني وبن جوير يتقدم مع المركز الثالث العتيبي مع المركز الرابع الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير طار عن الزمول أقلع عن الزمول ما شاء الله بن بيشان بدأ يغادر بن جوير مع المركز الثاني بندر بن محمد العتيبي قادم نشوان مع المركز الثالث الأمتار الأخيرة الله 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 يا مبعد مبعد والساعي ونشوان لكن مبعد عصاته في بطانه وأيضا شعار بن بيشان يتقدم الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة الله يا مبعد مبعد يا مبعد 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 شعار جار الله بن محمد بن جوير بن جوير على المركز الأول يا سلام بن بيشان اتحرك الساعي وانطلق الساعي الأمتار الأخيرة مبعد والساعي الساعي ومبعد الأمتار الأخيرة الساعي مبعد 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 أبعدهم مبعد ما شاء الله جار الله بن محمد بن جوير يا سلام سلام مبعد سلام تهانينا والناموس مالكي مبعد جار الله بن محمد بن جوير والعصا في البطان ولكن تحرك تهانينا والناموس مالكي مبعد جار الله بن محمد بن جوير المركز الثاني كان الساعي حمد بن محمد بن بيشان العجمي المركز الثالث نشوان بندر بن محمد العتيبي المركز الرابع الشلهوب سعيد بن صلاح حسنان المركز الخامس كان مليح عثمان بن ضيف الله الجميعي إذا تهانينا والناموس مالك.